فالوضع كارثي ديال الازبال في مدينه تمارا، واكثر من هادشي حتى الكنس ديال واحد مجموعه ديال المناطق والشوارع والازقه، فما كتوصلهاش المكنسه ديال الشركه الحاليه. ايوا شوف هاد الزباله، درا حنا دورنا العمول تراكس باش جا يجمعوا، راه كان تال هي تال عند داك العمار داك العاودي. احنا دورنا معاه باش يجمعوا، لما دورتيش معاه يجي يهز لك هذا، خلي هذاك ليه. والدبان والناموس وما عرفت كاش الموسيقى اللي كتسمع هنا، الامراض كثيره كتحط هنا، راه كلشي كيفرشوا الازبال هنا، راك امراض راه البركاس راه كبيره، راه خصها واحد الحاجه اللي تهز في البلاصه، ماشي تبقى شهر ولا 15 يوم عاد تهز. يعني كتبقى 10 ايام تبقى هذيك البركاسه تما، كيفاش غادي تبقى تبخر هذيك البركاسه تما، هي محطوطه تما، خصها الزبال يتهز. ما يبقاش كل ساعة، الشيء اللي بغيت نقول لكم أنا هو حشومة صاحبي، حشومة، راه حنا بغينا النظافة، بغينا النقاء، بغينا حتى حنا نتنقاو. الزبل في وسط العمارة، معقول هذا بحال الزبالة هذه؟ الناس ساكنة كيتبخروا به ليل ونهار، دراري صغار، الناس مراد، هذا معقول كيجي يحطوه لك هنايا؟ سير دخل شوف المدرسة اللي هي كي دايرة اللي ضاربة الزبل، الزبالة كي دايرة؟ كتقرب الفلوس. سير دخل من تما وشوفها كي دايره، هادشي راه حنا عيينا معاهم، ما كاين حتى حاجه، واخا ندويو ليل ونهار. غدا نشوفو واش غادي نديرو هنايا. واش يخوي هاد الزباله يوميا ولا كي؟ الزباله دابا واخا يخويها يوميا، راه كتحط فيها هنا 30 طن في النهار، شحال غادي يخويو فيها النهار؟ الزباله ما خصهاش تكون وسط السكن، كيجيو الناس يلوحوا الزبل هنا، العيالات يعطيو للدراري الميكات ديال الزبل ما كيوصلوهمش هنا، وكاين اللي تعمر هادي كتعود داع حتى لهي، هادشي اللي كاين هذا اخونا. دابا تندخلوا حنا للتدري ديالنا، تيخرجوا يلعبوا تيلقاو ريحه خانزه، انا ولدي ديتو السبيطار اساس ريحه شمه، الطبيب اللي تيقول لك شم ميكروب ضرو في صحته، ثلاث سنين وانا تنجري به، سبابو ميكا خانزه، وهذا الشيء اللي كاين اخويا، لا راه بغاو يديروا مزيان، حنا نتعاونوا معاهم بلا تريال بلا والو، عطاونا على الماتريال، كاين الناس راه جالسه انا قومان، انا ما خدامش. شنو راه ما كاينش اخويا، راه التسليم مع هاد الناس هادو، حنا باغيين نقيو الحي، هاد الزباله هاد الشيء اللي تتشوف فيه هنا ها شويه خاصك تدخل لداخل، فهمتيني، تدخل لداخل باش تشوف الناس راه عايشين، راه هما الدراوش هنا ما نعاودش لك عليهم، فوق راه الدراوش، الولاد ما خدامينش، الولاد راه يخدموا، البلديه تعاونهم وتعطيهم ينقيو على الحي ديالهم، الا عطاتهم ها ينقيو على الحي ديالهم، كاين براوط كاين تنشوفهم في قنوات اخرين تيعطيهم براوط، تيعطيهم تيوات رواطو، تيتعاونوا بالكاميو يشطبوا، حنا شطبنا تمارا كامله، شطبت انا تمارا خدمت فيها، شطبت ونقينا المسيره، نقينا ما خلينا ما نقينا مع البلديه نيش، ولكن ما كاينش. خويا الشركه من جات دابا جديده، دابا مده تقريبا د 4 شهور، ما عندهمش هذيك فترات اللي كيجي يهزوا فيها الزبل من الضمه، عندهم جوج مرات في النهار اللي كيجيو ليها، واغلبيه كيجيو لها البركاسه كبيره مره واحده في النهار، وكاين واحد المشكل واحد اخر على انها عاليه، الدراري الصغار والمرأة كبيرة ما تخويش فيها، أول حاجة، وثاني حاجة كاين واحد المشكل ديال الزبل تيكون في الأزقة لداخل، نزيدوا عليه لا مبالاة ديال عباد الله أول حاجة، وثاني حاجة هما ما كيدخلوش يشوفوا الأزقة لداخل شنو فيهم كاع، دابا إلا ضربت شي دويرة لداخل داخل الحومة لداخل، ولا جات تلقى الريحة خانزة تسدني فيك باش تدوز شي أقواس، هما من هنا لتحت ومن هنايا، حنا بعدا الساكنين اللي مقابلة معاها كنعاونيهم ديما من الدبان والريحة خايبة، هذه معلومة. ورو وشي الاخر لا مبالاة ديال عباد الله، وغادا نتوعي هي اللي خدامة في هادشي. في الحقيقة حنا كساكنة ديال الحي وعضو جماعي صوتوا علينا مجموعة ديال الناس، فأنا كنرفض بحال هاد البركاسة اللي مورايا، لأنه ما يمكنش الناس كتطور وحنا كنرجعوا للور، هادي أول حاجة ما كتساهمش أننا نجمعوا كمية مهمة من الأزبال، ولو هي كبيرة فبالتالي لأن العلو ديالها كثر وعالي على الأطفال وعلى العيالات والوسخ اللي كيكون في الجناب، فبالتالي كنزيدوا نساهموا في التلوث ديال الحي ديالنا والتلوث ديال جميع الأحياء اللي كنشوف فيهم هاد البركاسة. فكاينة أمورات اللي كيخص الشركة توقف عليها وتعرف المسار ديال الناس اللي كتستعمل لهم حتى هذوك الحاويات ديال البلاستيك، لأنه كاين ملاحظات، حنا كنتمناو المجلس هو اللي يدير هذه اللمسة، وحنا كمورا رادا مستعدين أننا نجلسوا مع الشركة وننبهوها لمجموعة ديال الأمور. الطلب ديالنا هو أن ترفع هاد
البركاسه ديال الحديد من هنا وترفع كاع من الاحياء اللي متقدمه، لانه هذه ماشي من سهم الساكنه ديال مدينه تمار. كيف ما كنلاحظ انا بحسب تتبع ديالي الاداء ديال الشركه ديال النظافه اللي الان شاده المشروع ديال من التفويض من عند المجلس، في الحقيقه مقارنه مع الشركه السابقه فهذا الاداء الان ضعيف جدا، لاننا كنا كنتسناو بعد الانتخابات بانه غادي تكون واحد الخدمه وواحد اللمسه ديال المجلس الجماعي اللي غادي تكون في علاقه مع الشركه، فاذا به كنتفاجئوا بانه الوضع كارثي. وهذا الشيء كنقول كاين اشارات اللي كنهضر عليها، اول اشاره غنهضر عليها هو من بعد الحمله الانتخابيه، فالشركه السابقه في الانتخابات السابقه كانت نفس شركه اخرى، في الحقيقه نهار ديال الانتخاب ما لقينا حتى شي ورقه ديال الاحزاب، في حين ان هاد الشركه هذه الوثائق والوراق ديال الناس باقين مشتين حتى لدابا في الحي ديالنا. وكثر من هادشي الوضع ما تطورش، لانه كنا كنتمناو شي لمسه ديال المجلس مع هاد الشركه الجديده، لانه دائما كنعرفوا بان المجالس ملي كتنتخب كتبغي واحد النفس جديد. فاحنا في حي النصر وفي مدينه تمارا باقي ما شفناش شي حمله حقيقيه ديال النظافه واللمسه ديال المجلس الجماعي ديال مدينه تمارا في هذا الباب. فبالتالي مقارنه الشركه القديمه مع هذه اللي كاينه دابا، فالوضع كارثي ديال الازبال في مدينه تمارا، واكثر من هادشي حتى الكنس ديال واحد مجموعه ديال المناطق والشوارع والازقه فما كتوصلهاش المكنسه ديال الشركه الحاليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.